عشان نلحق ناخد الكوز وعايزه اديكم كذا حاجه. خلاص بصوا يا باشمهندسين، صلوا على النبي كده. احنا خدناه، خدنا البيم صح؟ حلو. في مشكله في البيم ولا الدنيا كويسه؟ الدنيا كويسه. مع الفريم بقى الدنيا تبقى كويسه اكتر، لان الفريم ما فيهوش اي خطوات زياده، هي نفس خطوات الفريم نفس خطوات البيم مع شويه افكار صغيره. اتفقنا؟ اتفقنا جدا. بص يا باشمهندسين، هو الفريم بتاعي ده هيتحل ازاي؟ قال لحضرتك الفريم بتاعك اربع انواع. الفريم بتاعي هيبقى اربع افكار. الفكره الاولانيه ان انا هيبقى عندي فريم كده، ادي ضلع وادي الضلع التاني، A B C. دي الفكره الاولانيه، ده احنا هناخده بعد المساله دي. الفريم ده ينفع يتحل ازاي؟ طب اللي يحصل يتفرد، يبقى الفريم بتاعي كل الزياده علينا، باكد اهو الموضوع سهل خالص، ان انا هدي شويه افكار زياده. اول فكره ان انا هديك فريم صغير اهو، ده انا هشرحه بعد دي، A B C، الفريم ده ينفع يتفرد. طب فكره رقم 2، هل الفريم ده يا باشمهندسين ينفع يتفرد؟ ردوا انتوا، ينفع؟ لا. يبقى لو النقطه بتاعتي فيها ثلاث رجول بالمنظر ده، الثلاثه فيهم سبورت والثلاثه عليهم احمال، فالفريم ده ما بينفعش يتفرد. صعب كده؟ يبقى الفريم بتاعي اول حاجتين خدناهم ان هو يبقى فريم ضلعين بس، ده احنا هنفرده كمان شويه. اتفقنا؟ طب لو الفريم بتاعي تلات عناصر، ادي عنصر اتنين تلاتة، التلات عناصر دول عليهم احمال وعليهم سبورتات، الفريم ده ما ينفعش يتفرد يا باشمهندسين. قول يا هندسه. لا، ما هو انت لو فردت الرجل الواحده هيبقى برضو الجوينت فيها عنصرين على استقامه واحده والتالت طالع، انا استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه، ما انت عندك عنصرين على استقامه واحده وفي واحد طالع منه. لما تفرد ده هيبقوا برضو عنصرين على استقامه واحده وفي واحد طالع منهم، انت استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه. اقول تاني؟ يعني انا لما يبقى عندي يا باشمهندس، باشمهندس معترض بيقول لي انا عندي عنصرين كده، ادي سبورت، هو انت عايز تعمل ايه وانا اعمله لك؟ عايز تمسك الرجل دي؟ انا موافقه، ما عنديش مشكله، وتفردها كده. مش ده كلامك؟ ايه اللي استفدته؟ ما انت كده كده هتحل افقي وراسي، برضو انا بسال. ايه اللي استفدته؟ ما انت كده كده هتحل على دول. غير ان انت جالك حول اكتر ما انت جالك حول. ماشي؟ خلاص ده مش هينفع. حد عنده اعتراض في المعلومه اللي قلناها؟ يبقى امتى الفريم يتحل على بعضه؟ النقطه باشمهندس ورا فيها ثلاث عناصر، والثلاث عناصر بتوعي عليهم احمال وفيهم سبورتات، صعب كده؟ امتى ينفع يتفرد؟ لو هم عنصرين بس يا باشمهندس، زي المساله اللي بعدها، وهنشوف هنفردها ازاي. في مشكله كده يا باشمهندس اللي بيدور على دبوس؟ في مشكله؟ معترض على حاجه؟ الفريم ده بيتحل ازاي؟ الفريم ده سهل خالص. بنحل ازاي يا باشمهندسين؟ كل الفكره ان احنا هيبقى عندنا، هنشتغل على نقطتين، نقطه سي ونقطه اي. ادي اول معلومه. طب عايزين نعمل ايه؟ الفريم عشان نشتغل عليه وتبقى الدنيا سهله، ما بنعملش زي البيم، لا هناخده على جنب ونبدا نحسب له ريلاتيف ستيفنس وديستريبيوشن فاكتور على جنب عشان تبقى الدنيا سهله. يبقى احنا قلنا كام معلومه؟ معلومتين. المعلومه الاولانيه ان الفريم بتاعي يا باشمهندسين مش هينفع يتفرد، اتفقنا؟ لان عوكت رجل طلعتها مش فارقه معاك. ايه المعلومه الثانيه اللي بتسهل الحل؟ ان ريلاتيف ستيفنس والديستريبيوشن فاكتور هجيبهم على جنب يا باشمهندسين. صعب كده؟ عشان لما اجي اشتغل على الفريم ما يبقاش في زحل. اتفقين؟ مش هنخسر بعض عشان ريلاتيف ستيفنس. ملوني بقى، ما انتوا عارفين المنهج كويس. الباكيه سي دي الريلاتيف ستيفنس بتاعتها بكام؟ ها؟ معامل الاي ب2 على الطول بتاع اللي هو 6، في كام يا باشمهندسين؟ في 3/4. ليه؟ عشان الباكيه بتاعتي فيكسد هيدج، في نقطه عزمها معلوم ونقطه عزمها مجهول. في اعتراض؟ انا براجع. طب تعالوا نشوف الباكيه الثانيه، انتوا اللي هتقولوا الباكيه اي سي معامل الاي بتاعها بكام؟ ب3 على الطول بتاعي اللي هو 6، اضرب في كام يا باشمهندسين؟ نضرب في 1، عشان النقطه اللي على اليمين والنقطه اللي على الشمال عزمهم مجهول، زي ما الباشمهندس بيقول كده، اسمها ايه؟ فيكسد. في حاجه صعبه؟ اول خطوه واول درجتين. اتفقنا؟ تعالوا نكمل سوا. هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على الباكيه الرأسيه اللي فوق وهنشتغل على الباكيه الرأسيه اللي تحت. الباكيه الرأسيه اللي فوق كان معامل الاي ليها بكام؟ دي كانت باي يا باشمهندسين، ودي كانت باي. يبقى هنا معامل الاي بكام؟ ب1/3/1. طب تحت معامل الاي بتاعي بكام؟ ب1/1 اللي هو 6/1. في حد معترض؟ يبقى اول ما حاجه بمسك الاربع باكيات بتوعي واجيب لهم الريلاتيف ستيفنس اللي هي معامل الاي، براجع اهو على الطول بتاعي في الفاكتور، كلهم الفاكتور بتاعهم ب1 ما عدا الباكيه اللي على اليمين دي كانت فيكسد هنج، الباقي فاكتور بتاعها بكام؟ 3/4. في اعتراض؟
سهلة خالص، هو هتتعمل في كل المسائل. متفقين؟ ايه يا باشمهندسة الحاجة اللي بعد كده؟ عايزين نجيب الديستريبيوشن فاكتور بتاعنا. المرة دي هنجيب كام ديستريبيوشن فاكتور؟ هنجيبه مرتين. المرة الأولانية هنجيبه عند نقطة سي. نقطة سي دي فيها كام باكية؟ باكيتين، باكية على اليمين وباكية على الشمال. صعب كده؟ ولا أي حاجة؟ تعالوا بس نكبر الدنيا شوية عشان تشوفوا، وانتوا هتملوني وانا هكتب. تعالوا نشتغل يا باشمهندسين بالراحة كده. يبقى تاني حاجة مهمة عايزين نحسبها هو الديستريبيوشن فاكتور. طب قولوا انتوا لما اجي اشتغل عند نقطة سي، نقطة سي دي ماسك فيها كام منبر يا باشمهندسين؟ هم عنصرين ما لهمش تالت. يبقى الديستريبيوشن فاكتور كان بيساوي ايه؟ الريلاتيف ستيفنس اللي على اليمين على مجموع القيمتين. صعب كده؟ ولا أي حاجة. عايزين توحدوا المقامات براحتكم. هيطلع بكام؟ هيطلع الناحية دي بتلت والناحية دي باتنين على تلاتة. أقول تاني؟ يبقى الديستريبيوشن فاكتور عند نقطة سي هيتعمل مكان أنهي باكية؟ الباكية اللي على اليمين والباكية اللي على الشمال. صعب كده؟ الراجل ده لما يجي يتركز هيبقى بيساوي ربع، والأخ المحترم ده بيساوي نص. يبقى الديستريبيوشن فاكتور بيساوي كام؟ الباكية اللي على اليمين هتبقى بتساوي ربع على مجموع اليمين والشمال اللي هو ربع زائد نص. صعب كده؟ يطلع الرقم ده باشمهندسين بيساوي تلت. أقول تاني؟ طب الناحية التانية الراجل ده بيساوي كام؟ نص على المجموع بتاع القيمتين، يطلع بيساوي اتنين على تلاتة. يبقى النقطة سي في الفريم هي هيها في البيم. حد مش فاهم؟ صعب كده يا باشمهندسين معمل التوزيع؟ اتفقنا. طب هو نقطة ايه دي؟ قولوا لي انتوا بقى ايه الاختلاف اللي فيها؟ ان فيها كام باكية؟ تلات باكيات. متفقين قوي. هنسمي دي باكية رقم واحد، وهنسمي الرأسية اللي فوق دي باكية رقم اتنين، وهنسمي دي باكية رقم تلاتة. يبقى انا هجيب تلاتة ديستريبيوشن فاكتور عشان النقطة فيها كام عنصر؟ تلات عناصر. صعب كده؟ بس وتبقى خلصت المسألة. شوف افكار جديدة. يبقى انا هقول له ادي بوكس اتنين، وادي التالت اهو يا باشمهندسين على اليمين. قولوا انتوا بقى الديستريبيوشن فاكتور بتاع العنصر رقم واحد بيساوي ايه يا باشمهندسين؟ حد ينطق كده؟ بيساوي الريلاتيف ستيفنس بتاعته اللي هي واحد على ستة. حد عنده اعتراض؟ على مجموع التلاتة اللي هو كام؟ واحد على ستة زائد واحد على تلاتة زائد نص. جبتهم منين؟ واحد على ستة بتاعت العنصر الرأسي ده، واحد على تلاتة العنصر الرأسي اللي فوق، والنص بتاع العنصر الأفقي. صعب كده؟ بكل الزيادة إن النقطة ماسك فيها كام عنصر؟ تلات عناصر. يبقى الديستريبيوشن فاكتور بيساوي الريلاتيف ستيفنس بتاعتي اللي هي كانت موجودة في عنصر رقم واحد على المجموع. صعب كده؟ أقول تاني؟ طب طلع الراجل ده بكام؟ طلع بصوت الله ينور عليكم. طب حد يمليني كده؟ قولوا انتوا ديستريبيوشن فاكتور اتنين، المقام زي ما هو واحد على ستة زائد واحد على تلاتة زائد نص. عنصر رقم اتنين ده كانت ريلاتيف ستيفنس بتاعته بكام؟ ممتاز، يبقى واحد على تلاتة. يطلع الرقم ده كده واحد على تلاتة. صعب كده؟ طب ديستريبيوشن فاكتور تلاتة بيساوي ايه؟ الريلاتيف ستيفنس رقم تلاتة اللي هي بنص على التلات قيم دول. اقول تاني؟ تطلع بكام يا باشمهندسين؟ ممتازين. يبقى كل الزيادة ان النقطة كان فيها تلات عناصر، فانا هجيب تلاتة ديستريبيوشن فاكتور، التلاتة دول مجموعهم بكام؟ بواحد. صعب كده؟ حد يا باشمهندسين مش فاهم؟ اقول تاني؟ هي دي الرسمة اللي انا هعمل عليها كده سهمين اللي انا هشتغل بيها في الحل. النقطة دي عندها تلاتة ديستريبيوشن فاكتور، والنقطة دي عندها كام واحد؟ اتنين. صعب كده؟ حد هيسأل على حاجة؟ حلوة قوي. نمسح بقى كل الزيادات. اللي انتوا هتملوني منه وانا مش ورقه. يبقى الفريم بيتحل على نصين، النص الاولاني فريم على جنب اهو، بجيب فريلاتيف ستيفنس وديستريبيوشن فاكتور. النص الثاني هنبدا نشتغل بيه يا باشمهندسين. فكروا انتوا كده، هي المشكله هنا فين؟ المشكله هنا ان انا عندي اربع عناصر، واحد اثنين ثلاثه اربعه، لازم نشتغل لهم هم الاربعه. فهنعمل ايه؟ هنيجي على الجزئين اللي على اليمين دول ونبدا نقول احنا هنشتغل فوق الكاميرا بتاعتنا او تحت زي ما يعجب عليك. يبقى انا هاجي على العنصرين الافقي، لا اما هكتب لهم فوق لا اما هكتب لهم تحت بالشكل اللي يريحك. وهنيجي على العنصرين الرأسي دول يا باشمهندسين بنشتغل عمودي عليهم. ادي بس المجهود في المساله، الباقي كله سهل. انا ببذل مجهود شويه وانا بحل. العنصرين الافقيين بشتغل لا اما تحتهم لا اما فوق. العنصرين الرأسيين بشتغل الناحيه دي يا باشمهندسين عمودي عليهم. حد معترض؟ في حاجه صعبه؟ طب يلا ملوني.
هنبدأ المرة دي بمين؟ relative stiffness خلاص جبناها، والديستريبيوشن فاكتور جبناها، هنبدأ بيها يا باشمهندس فيكسد اند مومنت. حد معترض؟ طب يلا ملوني. هنيجي هنا ونقول له فيكسد اند مومنت، بس اللي هكتبه على الافق يا باشمهندسين هكتبه فين كمان؟ على الرأس. يبقى هاجي هنا برضه واقول له انا على فكره عايز اجيب فيكسد اند مومنت، يبقى انا بشتغل مرتين بس ما بذلش مجهود اكتر من كده، مره بشتغل على الافقي ومره بشتغل على الرأسي. ملوني. قولوا انتوا بقى، تعالوا راجع عشان عندنا كويز. الباكيه الاولانيه دي الفيكسد اند مومنت بتاعها بكام؟ دبليو السكوير على 12، صعب كده؟ طب الرقم هيطلع بكام؟ 9. ماشي، اللي بيلف مع عقارب الساعه ده هيبقى بموجب 9، واللي بيلف عكس عقارب الساعه ده هيبقى سالب 9. اقول تاني؟ طب اثبت بقى على كده. تعالى الناحيه دي، لما يبقى عندي حمل مثلث متساوي الساقين قطر القيمه بكام؟ 5 على 96 دبليو ال سكوير، تطلع بكام يا باشمهندسين؟ تطلع 9.37 دي بالموجب، ودي سالب 9.37. اللي ما كانش فاهم الجدول، الجدول نصين، النص الاولاني هي قيم محفوظه والنص الثاني اشاره. دايما العزم بتاعك يا باشمهندس بيبقى بره وباصص للنقطه، وديل السهم بتاع العزم زي ديل السهم بتاع القوه، يبقى العزم بتاعي هيبقى بالمنظر ده. لو العزم بيلف مع عقارب الساعة هتبقى اشارته موجبة، طب لو بيلف عكس اشارته سالب. صعب كده؟ سهل، ما فيهوش حاجة، اتفق. طب تعالى نشتغل هنا عشان نراجع حاجة. هو الراجل ده يلخبط؟ لا، يلخبط ليه؟ العزم بتاعه بكام؟ دبليو السكوير على 12، فهتطلع قيمة، سيب الاشارات عشان نراجع عليها، انا احط 1.5 واحط 1.5. مش مهندسة، هو انا اقف قدام ولا ورا ولا اعمل ايه؟ ولا يفرق معاك. نحط السهم الاول. السهم عامل ازاي؟ بره وباصص للنقطه. حد معترض؟ دي السهم بتاع القوه بتاعتك يمين ولا شمال؟ ها، الناحيه دي. يبقى دي السهم بتاع العزم معايا، يبقى لو العنصر الرأسي ما تقلقش، هحط سهم بره وباصص للنقطه، وبحطه ازاي؟ دي السهم بتاع العزم مع دي السهم بتاع القوه. صعب كده؟ ده بيلف مع عقارب الساعه ولا عكس؟ سواء انا واقف يمين او شمال شايفه بيلف ايه؟ مع عقارب الساعه. يبقى اديله اشاره ايه يا باشمهندس؟ موجب. طب الناحيه الثانيه بره وباصص للنقطه، ودي السهم بره زي الفورس، ده بيلف مع ولا عكس؟ عكس عقارب الساعه. يبقى نحط له اشاره ايه؟ يبقى الناس اللي قلقانه من الحمل على الراس ولا تقلق، اهم حاجه هات لي السهم مع ولا عكس، اللي مع عقارب الساعه موجب واللي عكس عقارب الساعه سالب. صعب كده؟ حد مش مهندسين مش فاهم، كان بيسال على الاحمال. تمام، تعالوا نكمل. ايه اللي عندك هنا؟ عندي حمل في النص بيجيب عزم قيمته بكام؟ بي في ال على 8. حلو، يبقى هيجيب 6 و6. حد معترض؟ لا. طب الاشاره هجيبها ازاي؟ برده نفس الكلام، هاخد الباكيه دي اهي عشان الناس اللي بتسال على الاشارات، وده الحمل بتاعي، هجهز بس سهمين جايين على الباكيه كده، لازم يبقوا بره وباصين للنقطه. طب انت عاملاهم كده ليه؟ عشان ديل السهم بتاع العزم لازم يبقى مع ديل السهم فين؟ القوه بتاعتي. صعب كده؟ وقفت جوه او بره، اللي فوق ده بيلف مع عقارب الساعه ياخد موجب، اللي تحت بيلف عكس عقارب الساعه ياخد سالب. حد مش فاهم؟ اقول تاني؟ اتفقنا، برافو عليكم، سكشن محترم. تعالوا نكمل. ايه يا باشمهندسين الخطوه اللي بعد كده؟ هل ينفع اجيب الديستريبيوشن مومنت ولا في حاجه كبيره غلط انا عاملاها؟ في حاجه كبيره، ما ينفعش ابدا في المساله وفي عزم بقيمه عند الهنج، صح؟ يبقى المفروض العزم ده يبقى بكام؟ 0. ممتاز. هو بموجب 9، انا هضيف له كام؟ سالب 9. يبقى هضيف الناحيه الثانيه نص القيمه اللي هي سالب 4.5. حد معترض؟ اتفقنا. شد خط يا باشمهندس. يبقى ايه العزوم اللي عندك؟ ده صفر ومش هيجي يمته حاجه تاني، خلاص اتقفل كده. العزم هنا هيبقى سالب 13.5، ده موجب 9.37، والراجل ده بيطلع زي ما هو سالب 9.37. صعب كده؟ اتفقنا قبل كده لما انا بظبط القيم بروح جاي عامله بوكس كده، هو ده اللي انا هشتغل بيه. نسميه ايه الناس اللي نسيت؟ فيكسد اند مومنت فاينل، عشان ما جمعش اي حاجه من اللي تحت. في حاجه صعبه؟ تمام، اتفقنا. يلا نكمل. نكمل ازاي؟ انا عندي كام نقطه بقى؟ عندي نقطتين، عندي نقطه سي
وماسك فيها عنصرين، وعندي نقطة ايه يا باشمهندسين ماسك فيها كم عنصر؟ 3 عناصر عشان ما انساش وانام في الامتحان. طب يلا اشتغلوا معايا. نقطة سي العزوم عندها مجموعها كام الناس اللي في الآلة الحاسبة؟ سالب 13.5 زائد 9.37 مجموعهم بكام يا هندسة؟ ها؟ 4 سالب طبعا 4 بوينت كام يا باشمهندس؟ يا راجل مش حاساه. سالب 13.5 زائد 9.37 براءة؟ ماشي بثقش فيكوا قوي بس مش مشكلة. كام؟ 4 و13 أنا موافقة. مجموع العزوم بتاعتك سالب 4 و13 يبقى احنا هنضيف كام عشان نوصل للصفر؟ موجب، برافو عليكم، هنضيف موجب 4 و13. يقوم الباكية اللي على اليمين المحترمة دي تاخد كام؟ تاخد موجب 4 و13 في الديستريبيوشن فاكتور بتاعها اللي احنا كنا مكمرينه وعينينه فين؟ الناحية دي. في كام؟ في 1/3. ما انا عيناه ما نسيتوش، يبقى مضروبة كده في 1/3. حد عنده اعتراض؟ الناحية اللي على الشمال تاخد موجب 4.13 في الديستريبيوشن بتاعها اللي هو كام؟ 2/3. ما انا مش هبص بقى مجموعهم بواحد. حد معترض؟ في حاجة صعبة؟ ممتازين. الأرقام دي بكام؟ قال لك الراجل ده ب1.38 صح يا باشمهندس. طب الأخ ده بكام؟ ها؟ 2.75. أنا برضو موافقة على كلامكم، أنتوا ناس محترمة. ده كده الديستريبيوشن مومنت بتاعي. طبعا الباكيه دي واخده زيرو طبعا، والناحيه دي اصبري عليها شويه. في حاجه صعبه؟ يبقى نقطه سي مساله في بيم عاديه جدا، كان عندها عزمين جمعتهم جبت القيمه الزياده بالسالب، رحت انا ضايفه قيمه ثانيه بالموجب. في حد عنده اعتراض؟ ماشي. تعالوا بقى عند نقطه ايه عشان هي دي اللي فاضله، يبقى احنا كده 100 100. نقطه ايه يا باشمهندسين عندها كام عزم؟ ها؟ 3. هما فين؟ الموجب 6، ايه كمان؟ والسالب 1.5، ايه كمان يا باشمهندس اللي هتجمعهم ليه؟ سالب 9.37. يبقى الجديد في المسألة نقطة ايه بنجيب لها 3 ديستريبيوشن فاكتور، وايه كمان؟ لما باجي بشتغل بيبقى عندها 3 عزوم. صعب كده؟ طب مجموعهم بكام؟ أنا عايزاك تجمع لي موجب 6 وسالب 1.5 وسالب 9.37، قلت كام؟ سالب 4 بوينت كام؟ ممتاز، أنا موافقة برضو، أنا بثق فيكم. أنا مجموعي سالب 4.87، هضيف كام؟ موجب 4.87، هيتوزعوا على كام باكية؟ 3 باكيات. حلو قوي. الجزء الأفقي ده تعالوا بس نكتب هنا كده ديستريبيوشن مومنت زي ما كتبنا فوق. طبعًا الطرف ده هياخد زيرو، ما هي نقطة طرفية. الباكية يا باشمهندس اللي الناحية دي التوزيع بتاعها كان كام؟ 1/6، يبقى أنا هحط هنا 1/6 في 4.87. حد معترض؟ طب الناحية دي فوق هحط كام؟ الفاكتور بتاعي اللي هو 1/3 في 4.87. في اعتراض؟ هحط فوق كام؟ 0.5 في 4.87. أقول تاني، يبقى الرقم بتاعي هو بس كل زيادة في الفريم إن هو بعد ما كان بيتضرب في قيمتين هيتضرب في كام قيمة؟ في 3 قيم. صعب كده؟ القيم دي هتبقى بتساوي كام؟ الراجل ده بكام يا باشمهندس؟ ده كده 0.81 وده 1.62. ده 2.43. في حاجة غلط؟ اتفقنا؟ في مشكلة كده؟ ولا أي حاجة، هما دول الخطوتين الزيادة في الفريم بتاعي، إن أنا بشتغل على النقطة دي مرة الديستريبيوشن فاكتور 3 مرات، ومرة لما أجي أجيب الديستريبيوشن مومنت بوزع على كام باكية؟ 3 باكيات. في حاجة صعبة؟ ولا إيه الخطوة اللي بعد كده؟ الكاري أوفر مومنت، هل ده صعب؟ أنا عندي أدي أهو الجزء ده هيجي له كاري أوفر مومنت، البوينت 8 دي هتجيب لي بوينت 4.05. في حد عنده مشكلة؟ والصفر هيجيب لي صفر الناحية التانية. خلصنا، شكرا. تعالى لي الناحيه دي، هنا ما كنتش حاطه حاجه، الصفر ده هيجيب كام؟ زيرو، والاخ ده هيجيب بوينت 8.1. في مشكله؟ خلصت. نيجي فوق كاري اوفر مومنت يا باشمهندس، واحده واحده بقى بالراحه كده، الراجل ده هيجيب 1.75/2 بكام؟ بوينت 3.7، والاخ المحترم ده الناحيه دي هيجيب نص القيمه برده بواحد بوينت. في ايه؟ طقطق ليه؟ مش دي اللي هتطقطق فيها. بوينت 2.1، هنا بقى طقطق لي براحتك. ال1.38 دي هتجيب كاري اوفر مومنت بكام؟
بزير وطقطق براحتك يا باشمهندس، لان الباكيه اللي اخرها هنج العزم عندها بيتصفر وما بيتحطش حاجه تاني. صعب كده؟ حد مش فاهم؟ يبقى الكاري اوفر مومنت سهله خالص، بمسك كل باكيه اولها واخرها، مش شايف حاجه تاني في المساله. اتفقنا؟ وخلي بالك ان هنا عند الفيكسد ده انا كنت حاطه ديستريبيوشن مومنت بزيرو عشان ده نقطه طرفيه، وعند الفيكسد اللي فوق كنت حاطه ديستريبيوشن مومنت بكام؟ بزيرو. صعب كده ولا اي حاجه؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ حد خد باله ان في مشكله؟ المساله ما صفرتش. ليه؟ ليه ما صفرتش ليه؟ لان انا دلوقتي بتعامل مع نقطتين، واي مساله في الدنيا بشتغل على النقطتين المساله ما بتصفرش. طب ايه اللي حصل؟ قال لك ما انت جالك هنا عند النقطة إيه اللي كانت خلاص اتظبطت كاري اوفر مومنت بكام؟ بواحد بوينت ثلاثة سبعة، وجالك عند النقطة سي اللي كانت برضو ربنا كرمها واتظبطت كاري اوفر مومنت بكام؟ بواحد بوينت اتنين واحد. حد عنده اعتراض؟ ايه الخطوة اللي بعد كده؟ عادي جدا، هاخد الارقام دي واوزعها تاني. يبقى الواحد 22 دي انا هوزع لها كام؟ سالب واحد 22. الواحد بوينت ثلاثة سبعة دي هوزع لها كام؟ سالب 1.37. في اعتراض؟ السالب 1.37 دي هتتوزع على كام باكيه؟ 1 2 3. في حد معترض؟ اقول تاني يا باشمهندسين، يبقى كل الموضوع في المساله ان انا ببذل شويه مجهود وانا براجع القيم وبشتغل مره على الافقي ومره على الراسي. صعب كده؟ انا قايله حاجتين، المساله لما تكون فيها نقطتين لازم الديستريبيوشن مومنت تتعمل كام مره؟ 3 مرات. واي مساله في الدنيا عشان تبقى متزنه لازم اخر خطوه تكون فيها ايه؟ ديستريبيوشن مومنت. صعب كده؟ اقول تاني، المساله دي هنقفلها لحد هنا، هناخد كمان فكره وما تقلقوش، المره الجايه هنبقى احنا بقى خلاص ظبطنا افكار الفريم، هنمسك المساله نحط الحل وهنرسم المساله من اول لاخر. يبقى احنا عارفين ان احنا واقعين في رسم الفريم، المره الجايه المساله فكرتها تافهه، او هنقول مثلا فكره 2 3 وهنركز قوي على الرسم. تمام؟ دي حد هيسال فيها على حاجه؟ يبقى كل الموضوع انت تمسك ورقه وقلم وهتكملها لي من الاول للاخر، والرسم انا هشرحه معاك. طيب سهل، بس هو في شويه تريكات مهمه. انا عايز امسك المساله دي بسال سؤال، الفريم ده ينفع يتفرد ولا لا؟ ليه؟ عنصرين بس وينفع يتفرد، باين اهو. طب اتفقنا. هتعملي ايه يا باشمهندسه؟ اول حاجه هبدا اعمل خط افقي كده، مفيش مشكله. الخط الافقي ده فيه ثلاث نقط، ركزوا عشان الفرد لو باظ المساله باظت. باشمهندس ورا بعد اذنك. دي نقطه ايه؟ ودي نقطة بي في النص اهي، ودي نقطة سي. انا بقول تاني الفرد يبان سهل بس في شوية حاجات عايزين ناخد بالنا منها. ايه هي بقى؟ أول حاجة نقطة اي دي كان عندها فيكسد فاحنا ما اعترضناش على هذا. نقطة سي مش وانسة بتتكلم برضو كان عندها فيكسد. أسأل سؤال بقى مهم جدا، نقطة بي دي عندها سبورت ولا ما عندهاش؟ أي جوينت في الدنيا في فريم كده بيبقى اسمها ايه يا باشمهندسين؟ بيبقى اسمها ريجيد جوينت. الكورنر ده ما ينفعش يتعامل على انه نقطة عادية. امال بيتعامل على انه ايه؟ سبورت. بحط عنده لا اما رولر لا اما هنج على حسب ما يعجب معاليك، خليها هنج. يبقى انا قلت ايه اول معلومه؟ انه النقطه اللي في النص الكورنر بتاع الفريم لازم يتحط عنده سبورت، مهمه قوي افتكروها، لا اما رولر لا اما هنج، مش بفرد وبجري. صعبه دي؟ دي المعلومه الاولانيه. المعلومه الثانيه عشان خاطري لما تيجي تفرد الفريم ركز قوي، يعني ايه؟ هو انا هتوه اه وانا بنقل الاطوال بركز، يعني انا هقول الباكيه اي بي فين؟ اهي من ايه لبي، كان الطول بتاعها يا باشمهندس ب 8 وكانت الانرشيا بتاعتها اي، يبقى انا لما باجي بنقل الابعاد او انقل اي حاجه على المساله بنقل باسماء العناصر عشان برضو العين بتفلت، يبقى انا بتكلم عن انهي باكيه؟ من ايه لبي، يبقى انا هاجي على راسي وابص من ايه لبي. الباكيه بتاعتي طولها 8 متر والانرشيا بتاعتها باي. طب الباكيه اللي بعدها؟ الباكيه بي سي. الطول بتاعي بكام يا باشمهندس؟ الطول بتاعي ب 6 متر والانرشيا بتاعتي ب 2 اوي. يبقى احنا حطينا السبورت في النص ونقلنا الاطوال بالراحه. شويه بس تركيز المساله تبقى زي الفل. صعب كده؟ انا بقول تاني عشان خاطري ما تستعجلش لما تيجي تنقل الاطوال ما يجراش حاجه ان انا اقرا ارقام العناصر بتاعتي. يبقى العنصر اي بي براجع تاني كان طوله 8 انا حطيته على الكاميرا طوله 8. العنصر بي سي كان طوله 6 انا حطيته على الكاميرا طوله 6. صعب كده؟ اتفقنا. حاجه مهمه قوي وهتنفعنا لما نيجي نشتغل على الكلوز دروب ومنتوشي، ايه هي بقى؟ وهتفتكروها الاسبوع الجاي ان شاء الله لما نيجي نشتغل. انا عايزه احط الاحمال من غير ما توه. ما سهله، معلش. هنيجي نقسم الفريم بتاعنا ده نصين، الجزء اللي بره ده هنكتب له كده ان ده بره الفريم، سهله اهي، وده هنسميه جوه الفريم. مهمه؟ اه، بتفرق معايا قوي لما يبقى عندي كلوز دروب. ماشي. هتعملي ايه بقى؟ هقول لك معلومه، ان انا لما اجي افرد
اي حاجه بره الفريم المفروض تبقى محطوطه فين؟ فوق. ده مهم. واي حاجه انا فتحت الكرتونه اهو بتاعتي، اي حاجه جوه المفروض تبقى فين في الكاميرا؟ تحت. ده مهمه. يبقى اي حاجه جايه من بره الفريم تجي من فوق لتحت. ده هيفرق معايا في ايه؟ في الاحمال. بصوا معايا كده، انتوا اللي هتقولوا بي سي الحمل جاي منين؟ من بره لجوه. يبقى هيجي هنا على الكاميرا بتاعتي منين لمنين؟ من فوق لتحت. يبقى انا ضمنت 100% ان مسالتي صح. يبقى الاحمال بتاعتي في الفريم جايه منين؟ من بره لجوه. يبقى لما اجي احطها في الكاميرا احطها من فوق لتحت. مهمه قوي عشان بعد كده لما يبقى عندك عناصر كتير ما تتلخبطش خالص. اقول تاني؟ طب قولوا انتوا كمان، الحمل ده جاي منين؟ من بره لجوه. يبقى لما يجي يتحط هنا هو في نص الباكيه هيتحط من فوق لتحت، وانا متاكد 100% ان انا ما غلطتش. الخطوه دي هي المهمه لان باقي المساله بيبقى تافه. اقول تاني؟ يبقى الفريم بتاعي خلي بالك من الجوينت اللي في النص، تتحط هنج او رولر، ده لازم. الاطوال تتنقل بالراحه. الاحمال اللي جاي من بره الفريم لجوه الفريم بيتحط فين في الكاميرا يا باشمهندسه؟ من فوق لتحت. صعب كده؟ طب بقت مساله بيم عاديه جدا جدا يا باشمهندس، هتكملها وبرده هرجع لكم على الرسم المره الجايه. اقول تاني؟ يبقى ده الفريم اللي بيتفرد. صعب كده؟ مسألة بيم عادية جدا، هبدا اشتغل عليها، هجيب لها ريلاتيف ستيفنس وديستريبيوشن فاكتور وفيكسد اند مومنت، وبعد كده هجيب الام فاينل. طب يترسم ازاي على الفريم؟ هنرسم صور المره الجايه. صعبه الفكره دي؟ يبقى ده تاني نوع من الفريم. احنا قلنا هم اربع انواع. تاني نوع من الفريم بتاعنا ان الفريم ينفع يتفرد. صعب كده؟ حد سال على حاجه هنا؟ اخر فكره عشان لما تيجوا تذاكروا الحاجه. احنا قلنا ان الفريم بتاعنا راجع عشان خاطري، اول ما هتبص فيه كده انت انهي نوع؟ فريم بيتفرد وفريم ما ينفعش يتفرد، ادي نوعين. النوع الثالث ده عباره عن ايه؟ مش مهندسين احنا عارفين معلومه مهمه قوي، ان لو انا عندي عنصر كده وفي مفصله، هل المفصله دي هتاخد حاجه من العزم؟ لا، ده هي يا دوب سنداه. يعني هيجي عزم من اليمين وهيجي عزم عكسه من الشمال، وهي يا دوب خيال مات. صعب كده؟ يبقى انا لما احط لك عنصر والعنصر ده اخره انترميديت هنج، هيخش معاك في الحل في حاجه؟ طب بحل ازاي؟ قال لك المسألة تفصل إلى مسألتين. مسألتين إزاي؟ أول حاجة ما أنت لسه عاملاه الجزء الأفقي كده هيبدأ يشتغل. النقطة دي اللي عندي بيه ينفع أسيبها فاضية؟ هي مسنودة باللينك ممبر، الله ينور عليكم. يبقى لازم تتحط لا إما هنج لا إما رولر. يبقى أنا باخد الجزء اللي فوق، أخد البيم هشتغل عليها لوحدها، بس أهم حاجة مكان نقطة بي أحط لا إما رولر لا إما هنج. صعب كده؟ ولا أي حاجة. وانت احنا خلاص اساتذه بقى في البيم، ادي الحمل بتاعي وهشتغل المساله من الاول للاخر. في اعتراض؟ يبقى الجزء اللي فوق هيتفصل، بس اهم حاجه مكان المفصله هحط ايه؟ هنج او رولر. اتفقنا؟ الجزء الثاني ده مهم قوي. الجزء الرأسي ده فيه كذا معلومه، طب احله ازاي؟ قال لك احله لوحده. طب اسيبه كده فيكسد فري ولا اعمل ايه؟ قال لك لا، هو النقطه دي ممسوكه بالكاميرا ولا مش ممسوكه؟ ممسوكة. يبقى تتعامل على انها ايه يا باشمهندسين؟ هنج. يبقى لما يبقى عندي عنصر فيكسد في اخره انترميديت هنج ما بيتسابش فري، لان هو ممسوك بمين؟ بالكاميرا. بتعامل على انه فيكسد هنج. صعب كده؟ اتفقنا. بتعمليه ازاي؟ الجزء ده يا باشمهندسين اي جزء في الدنيا باكيه فيكسد هنج كده ما بجيب لهاش ريلاتيف ستيفنس، مش عايزاه، وما بجيب لهاش ديستريبيوشن فاكتور، مش عايزه حاجه خالص. انت عايزه ايه؟ انا هجيب لها الفيكسد اند رياكشن بس. ممكن تبلوني بكام؟ 6 في 4 على 8 يعني هيديني كام؟ 3 و3. طب بيلف ازاي؟ احنا متفقين باصص للنقطه وبره، ده السهم بتاعي للقوه بره، يبقى العزم زي. حد عنده اعتراض؟ يبقى الراجل ده بيلف مع عقارب الساعه، يعني ياخد اشاره ايه؟ موجبه. اكيد الناحيه الثانيه بيلف عكس، يبقى هياخد اشاره سالب. حد معترض على اللي انا عملته؟ يبقى لو انا عندي باكيه فيكسد هنج بعمل ايه؟ باخدها واجيب لها الفيكسد اند مومنت بتاعها. طب هو ده صح ولا غلط؟ غلط، عشان السالب 3 دي المفروض تبقى بكام؟ فانا هروح جايه يا باشمهندس حاطط لها موجب 3، والناحيه الثانيه برافو هحط لها كام؟ موجب 1.5، واشد خط. العزم ده بقى بصفر والعزم ده موجب 4.5. في حاجه تاني ناقصه؟ لا، ما انا عايزه العزم في بدايه الباكيه اللي هو بزيرو، وعايزه العزم في اخرها اللي هو بكام؟ بموجب 4.5. هل في حاجه تانية تتعمل؟ لا،
الباكيه دي خلصت، يعني انا ممكن اروح جاي رايح كده وراسم العزم بتاعي، الراجل ده بموجب 4.5 وده زيرو وعلق مسدس، يبقى الباكيه الرقصيه كل الشغل اللي بيتعمل فيها بجيب العزم في اولها وفي اخرها ووصل العزم عند الهنج ان هو بكام؟ بصفر. صعب كده؟ جبت الـ4.5 بتاعتي ورحت رسمتها بقى ده خلصان. اقول تاني؟ صعب كده؟ طب فكره مهمه قوي سالوا فيها الصبح، لو انا يا باشمهندس اديت لك المساله كده ايه رايكم؟ انتوا فهمتوا انا عملت ايه؟ مفصله مسكت في الـ3 عناصر ده يا فرج الله 3 مسائل. باكيه اللي هنا هتبقى ادي مساله خلاص دي انا حليتها، ها مساله رقم 2 ومساله رقم 3. صعب كده؟ لو مفصله مسكت الـ3 عناصر باخد كل باكيه لوحدها على ان هي باشمهندس فيكسد هنج. صعب كده؟ اجيب العزم في الناحيتين والناحيه الهنج هخليها بكام؟ خلصت المساله. اقول تاني؟ يبقى لو المفصله مسكت الـ3 عناصر الراجل ده هيتحل لوحده وده هيتحل لوحده وده هيتحل لوحده. لو الباكيه فيكسد هنج مفيش ريلاتيف ستيفنس مفيش ديستريبيوشن فاكتور، هو عزمين وبصلح واحد. باشمهندس اول ورا اقول تاني؟ يبقى تالت نوع من المسائل اللي يبقى عندي عنصر في اخره مفصله فمش هيخش في التوزيع. صعب كده؟ في حد عايز يسال على حاجه؟ قول يا باشا. لو ايه؟ هيطلع معاك زي الفل، بس فرض عليك في مسالتك دي لما تيجي تجيب الديستريبيوشن فاكتور تشتغل على انهي باكيه؟ 1 2. الراجل ده لا يمكن يخش، يعني برضه بتشتغل على البيم بس وما انتش شايف الفريم، هو كل موضوع ان هو كابس على نفسك وانت بتحل. اقول تاني؟ فرض عليك لما تيجي تشتغل عند نقطه بي الديستريبيوشن فاكتور هيجي العنصر رقم 1 وعنصر رقم 2 فقط، المفصله دي مش هتدخلك خالص. اقول تاني؟ تمام؟ ممكن انت تشتغل تكمل لدي فوق وتشتغل دي يمين اكنها مساله فريم. اهم حاجه الديستريبيوشن فاكتور بتاعي والديستريبيوشن فاكتور بتاعك يبقى احنا الاثنين زي بعض. ماشي يا باشمهندس؟ مين عايز يسال على حاجه تاني؟ تمام كده؟ ولا بقى ورقه وقلم كده عشان الكويز.